يا جدعان السباي ده حماك خرب التخبه يا خدنان ايه السباي ده عمان صغير يا جدعان ارجع بعد الخمس هتقول لي ليه 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 كنت في اجازه في ايه انا عايز اخد اجازه المشكله ان اخد اجازه يعني عايز اخد اجازه رحت البحر صيفت ورجعت قلت بقى اصور فيديو النهارده لا هنلعب ببجي النهارده يا جدعان سنايبر سنايبر اوكي انا بلعب اربع صواجع بس بعرف العب بس من بعيد بس هتلاقوا لقطات لو الصوت ده اول ماشي وفي مش عايز تطلع على ابطل لا انا مش عايز هفضل هنا بقى خد نهار اسود مش المفروض كانت تيجي هيد شوت ولا انا اللي اعمل مش المفروض كانت تيجي عملوت يا ولد يا عم بس كده ايه ده مش لسه يلعب ايه تعب يا عم يلعب ايه ده صح الله تبارك الله تبارك الله بصوا بقى الذكاء في الموضوع ايه الذكاء ان احنا هناخد سكوب 8 وسكوب 8 يعني جامدين واما نموت ايه نرجع طبعا سكوب 8 تاني وهنرميه وبعد كده ناخد يا ابن اللعيبة هيد شوت يا جدع المسافة خدت بالك خد تاني برضو نفس ال يلا طلعت لي وحشة قتلك تاني الواد يعني مش عارف يعمل ايه خلاص زمان طلع من الجيم تقريبا جد برضو الواد يعني مش عارف يعمل حاجة بص خلاص خايف مش قادر عايز اقعد في الكفر بس يا الحموري انا عايز اقعد في الكفر بس طيب مش بتعرف خد خد انا طبعا مش حاسس بيه اي حاجة انا بعملها في حد زعب بيكون جنبك ايه سقفولي يا جدعان سقفولي بقى بس بصي فيكتور اتحرك كنت فاكر انها هجيبه بالعالم بس في بس كنت عايز فيه وتحدث لا اصلا مش بعرف اجيب بيها حاجه طخ ركبي 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 كريستيانو زيو اي جابني اللي مش بعرف يلعب سنايبر بس طبعا كلاب السنايبر لوحدي من غير مبالاه اضربه وضخ يلا اديله يا معلم اديله اضربه ده مسك الحله بتاعت البنات اديله الحله يلا اضرب الحله ولا ايه خد يلا ادي صاحبي الحله خد يلا تعالى حبيبي اديله الحله يا عيني طب استنى بقى عايز اجيب لقطه المتعه انا مصور ده انا ملحقتش اكمل الكلمه مش ازاي دي الغشوم ده بقى تلوم انت ايه انت عم يا اسطى خد طب خذ يا نهار اسود ده انت قال لي طب انت عايز اجيب لك من غير اي مبرد طلع اوبن على فكرة وجبت واحد يعني طلع اوبن وجبت واحد ما شاء الله تبارك الله بس الحلة دي هتقف في بقك صح يا عم خلاص يا عم اهو يا عم موتوا صاحبي ده الحمد لله موتوه شكرا والله حتى بص اللقطة دي ناني ناني مش هتجيبها
مش عارفه اجيبها. شفت مش عارفه اجيبها دي. يا جدعان صلى الله عليه وسلم. يلا فاهم. في حد ساعد بيكون منبطح وما بنشوفوش. لا عايزين نجيب. خد جاتشا خد جاتشا برضه خد جاتشا خد جاتشا برضه. يا صاحبي واقف ليه؟ خد الحمد لله. بس لقطة لقطة جت فيه جت فيه جت الأول جت الثاني. خد لا 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 فنش 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 شفت الله صوتك تعال. حبوا بقى مندي السنايبر بعد كده. ما تكرهوش مندي السنايبر. السنايبر دي حاجه جامده اصلا. حد مسك السنايبر هيكسروك ونوك. الله بص 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 عم ناخده بص بص عم ناخده صوص سمنة. خلاص لايك ردك ايه بقى. open now open now ايه وين open now اربي طيب اربي مش لازمة مش محتاجة دلوقتي. بص عندي كم حاجة واللحظة منتظر استنوا فين اللحظة المنتظرة بقى. ناخد ده كده كده ناخد ال مستعدين يا جدعان. يلا بينا 224 انلوك بمية. ده رخص خالص. الله طب بقى كده اوبا يلا يا جدعان جبناها. بص سلام سلام يلا بينا. اشتريت حاجه جديده اهي اخيرا يعني. يعني والله كنت مستني الانتظار ده كتير جدا عشان كنت عايزه اجيب اللي اجيب اللي بتاعه التحديث الجديد اللي هي بتاع امبلنتس بس ما لحقتوش. والتقدر راحوا عشان كل مود بينزل مش بيروح بقى اللي فانا لا قلت لا المود ده لا المود ده احسن طبعا. الناس هتعترض لا اللي يعني بتاع المود احسن. انا عاجبني القصه ماشي. ايه بقى ان المود الجديد نزل فانا كده بقى عايز اشوف المود الجديد. والصراحه عجب طبعا ده يكلم دلوقتي مش بنلعب. طب هو بيبص ليه؟ ايه ده ما اتكلمتش لازم اتكلم. انت بترف مين يا عم انت؟ اديله اضرب اديله طب كرب السيكو قتلوا يا ابن اللعيبة. يا صاحبي طب حد دلوقتي يفنشني بالمولوتوف بتسع اي حاجة بقى. المهم العب بس اجيب لقطات من المتابعين. بص قتلوا 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 كده هما فين مش عارف. يا ابن اللعيبة مجتش جت صاحبي خدها قبلي.
من انه ناحيه؟ استاذ ده هيعذبنا. ده جاي، ده جاي ولا صاحبي اللي بوم يا ابن اللعيبه؟ خد عبد اللعيبه ده جابه بال الواد اللي معايا جابه بال طب ما جاتش ما جاتش. هو مش هتيجي مش هتيجي هو معاك تيجي تيجي. هو يا ابن اللعيبه تعالى اثبت بقى، اثبت يا عم اثبت. والله العظيم انت واخد خد اثبت. ده انت راجل غلس. يا صاحبي هيطلع فانا لازم اروح افنشه. مستني مستني. لا مجتش مجتش. اروح بقى على صاحبي افنشه عشان يبتدي معايا. ماشي استنى يا جماعه، استنى صاحبي انا جاي راح انقذك. خد مولوتوف. انا بعت له مولوتوف قوي. روح بسرعه مولوتوف، يلا ريو من مولوتوف كمان. ما جاتش طق يا ابن اللعيبة. من هاي لحمة كده من في الدور ده وطلع. الله بقى اطلع بقى. مشيت مشيت. خد مش هجيب لي حلقة ولا ايه؟ تعالوا. لا هجيب لي حلقة. لا يا اسطى والنبي وربنا 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 اضرب الحلقة يا اسطى والنبي. هيقتلني بالحلقة، هيقتلني بالحلقة والنبي، هيقتلني بالحلقة. لا ما تقلش في اليوم اللي انا جامد فيه يا اسطى والنبي. يا اسطى والنبي طب خد انت جبت من نفسك. خد يلا يا ابني. عمش عملنا عملش يا ملا. خد خد يلا بينا اجري بسرعة اجري بسرعة اجري بسرعة. انت بتدعم صاحبي بالعلة يا ابدل. خذ يلا يا ابدل خذ يلا. بتقتل صاحبي بالعلة، بتقتل صاحبي بالعلة. درى الحلة خذ خذ يلا خذ يلا. تعالى بقى هتجري انت اجري. رمى رمى ابن هرب هرب مني هرب مني بيهرب. لا فايتني مش بالتصفيق صاحبي. لا طب انا معيش طاسة، انا معيش طاسة يا عم، انا معيش طاسة والله العظيم. كان نفسي اقول في المايك انا معيش طاسة بس للاسف ماما منعاني. روح زاد صاحبي باب الحلقة. الله عليك مش محتاج مساعدة. ده يا جدعان ده جامد شبهي. اديله بالحلقة على راسه. طق السلام عليكم. خد يلا بالحلقة. ده جاي. السلام عليكم السلام عليكم. اللي بقى لقطة خذ يلا. استنى بقى بوم. كنت عايز اعمل عدل الصراحة. اوه هجيب ده حل. لا لا ارجوك ارجوك انت جايب لي انت جايب لي يا ابن اللعيبه. بس ادخل عليه طخ خذ. اي بوم اي بوم. احنا بنفتري عليه. خد بقى استنى انا عايز اجيبه وتشوت. والله استنى بقى بص بص بص. هو مات الله يرحمك. كنت راجل سنايبر كوب. يا نهار اسود ده واقف اصلا واقف عن الحركة. استنى بقى وفوز.
يلا استنى في حد بيرد عليا. يلا رجعنا جدعان يلا اوكي يلا بينا ندخل يلا بينا ندخل يلا بينا ندخل ندخل دخول ندخل دخول ده الصالة بتدخل يلا كده استنى هقفل الفيديو لا مش هقفله يعني هو عايز يدي يدي بقى كده من مامي كل يا هم عايزين يعملوا عليهم الطوب قال الله اعمل عليك لقطات وكسر عزبه هوب تك خد خد انت دي بقى لازم اجيب ميت اوي نضرب يلا قطع علينا ايه ده ايه ده صمت في جليتش ده انا خدت الطلقه معايا ببجي في ايه خدت الطلقه معايا ايه اتفضل اعمل ايه تاني يعني انا كل خد الحل اضربني بيها خد اتفضل يا عم الحل ايه ده هو ده اجري بول حبيب قلب ابو حسين اوبا طب زي بتفعل عايز اسال تعال بقى بسرعه افتح باب لو راجل تعالى بقى ليه الحل الوحيد تقتلني عشان عشان تقدر تجدني يا صاحبي ده الحل الوحيد بس مش شديد خلصنا بقى سنه ورا سنه ورا سنه ارمي الكمامه دي عايز اتكلم وقول انت معفن ارمي الكمامه مش بعرف لو قلت ايه ده ايه بجد ده والله كنت بجرب بس هيلبس ولا مش هيلبس وقاعد كده مين الواد غلس قوي مش عايز يفنش اطلع 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 انا عايز انقذ الكمبريس كل اللوتي بلوتي ايه مش عارف بتلقط مين يا بتلقط انا خد بتلقط عليا بتلقط عليا انا اتلقط عليا لا انت اتلقط عليا خد بس لقط عليا ليه؟ هو لقط عليك اهو جاتش مش خبطت خبطت يا عبد الله عيب ايه في ايه يلا بابا ايه هي الحقيقة ايه لا عشان اجي نشتو ولا ايه لا اكيد لا يعني هيبتدي بقى الجاتش لقطة لقطة بوم وليه بيقف وليه بيقف عايز اعمل لقطة بقى مع مشكلة طب خد موز كون هعمل لقطة طب اخذها بوم مجتش مجتش التاني التاني طب بابا اقتلني بقى يا عم
صح، ده لعيب على فكره. فتح له اوبن، بس انا كنت لسه فاتح اوبن. يلا بقى اخلصوا، بقى اخلصوا اخلصوا. نيشو لا ما تنزلوش بقى، ما تنزلوش. الحمد لله استريحت بجد، يعني استريحت استريحت. لو قريب خليني اشوف كويس. جابني ازاي؟ نقوم دلوقتي بصوب على رجلي صغير يا جدعان. خد مجدش مجدش، خد مجدش جد جد، خد مجدش برضه يا عم. ليه بتاخد يا خد جاتش دخ 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 جاتش هاو 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 هاو. ليه 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 الغباوة؟ ليه ليه يا عتام ريكتو؟ احنا بنسمع عن الدايب دي التاسكة واحد، ليه بتفكر كده يا فيكتو؟ حرام عليك يا فيكتو. استنى 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 استنى، خد خد فيكتوري فيكتو. ودلوقتي هنلعب مع اخر جيم النهارده. بس عجبك طول عجبك طول عجبك طول عجبك 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 كل اللقطات صح؟ ما اللقطات اللي كانت بالحظ دي انت عارفين، انت عارفين. فاللي مش عايز يقدر ما يقدرش، واللي عايز خلاص. يلا بينا وندخل في احلى مباراه. مش دي احلى مابة بحبها اصلا؟ انا بحبها ترسة، مش عارفة اكيد نسيتوها يعني. ايوه بقى انا بدي دلوقتي القصة. مستعدة ست انتي؟ مستعدة يلا بينا. ودا 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 كباشي على باتك الدرب السلوج دبو أكرباتي راه أكرباتي راه جرى. لا جعل لا جعل لا جعل لا جعل لا جعل. ندخل نكسر الجيم يا جدعان بالاكي ام وسنايبر سنايبر انفايبر انكايبر هامبايدر هامبايستر هامبايكر هامفايستر هامبايستر هامكايستر. لاش انكايستر يا جدعان، انا ما بين انكايستر هامكايستر لاش انكايستر. اللعبة ده لازم عشان تلعبوا اصلا لازم تبقى ايه، تبقى سريع جدا كمان تعرف بسرعه بسرعه. يلا اطلع 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 ولك. مش عايزين يطلعوا ليه؟ مش عايزين يطلعوا قوي. طب استنى اللي يبقى لازم اطلع فوق بقى على كده.
دي اصلا. دي هوبا سوسي. يلا هتخ 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 هوبا طخيته. طخ التاني طخ التاني التاني. ملجتش ملجتش. ما عايزين طرب يا جدعان طرب. عدي 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 عدي. ايه طب الكلام ده كلام والله. مره واحد دخلت ماشي كنت فاتح مش كنت فاتح المايك كنت فاتح ال التاني مش عارف ماشي كنت بسمع انا تيك توكر جدعان اختاروني انا اختاروني انا تيك توكر تيك توكر. والله العظيم اول ما سمعت كده قلت طب اكيد يعني مش مشهور. ما انت لو تيك توكر مشهور هتقول انا مشهور ولو مش تيك توكر مش هتقول يا ده انت اكيد مش مشهور يعني. والله الضحك بقى عشان ايه راح فين راح فين راح فين. اعوذ بالله من الشيطان. اعوذ بالله من الشيطان. هناك يا بابا هناك. فين اهو هناك هناك يا بابا. انت فين يا منير؟ استنى يا جدعان بقى ماشي يا جدعان. انا هوريك يا اللي بتقتلني. انا مش عارف هو بيقتل مين اصلا. هوب هوب يلا ننزل. انا هكسرهم يا جدعان هكسرهم يا جدعان. مستعدين يا جدعان؟ هوبا هو زي الواد يا جدعان. ايه ده؟ ده طالع ديل يا ابني. والله انا بقى عايز اعمل اي لقطه قدام. يا نهار اسود. بص لو لحقتني انا هساعدك في الايه ولو ما لحقتنيش انت هيبقى قيامك من اي. يا ابني افهم افهم. يلا يا ابني يا قلبي. خد ده بسرعه. استنى بقى استنى يا جدعان. الواد ده هيحصب الواد ده مش عايز يطلع لي. الواد ده هيحصبني يعني بكتر بقى هيحصبني.